محمد الحراحشة من الأردن. من حق غيري حق العمل، إن البطالة قد استشرت في البلاد حسب القانون الأردني من الدستور المادة 23، إن العمل حق لجميع المواطنين ولكل فرد الحق في أجر عادل يكفل له لأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان. وكل هذه قوانين لا قيمة لها، وذلك لأن أي قانون يضع نوعا من الإنشاء هو عبارة عن حبر على ورق، حيث أننا نملك نصوصا كثيرة لتأمين العمل للجميع وهي تسارع قوانين ونصوص في العالم، ولكن ذلك ليس مهم، فإن الأهم هو تطبيق هذه القوانين وشكراً.